اتفضل يلا اتفضل. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. صمت وافطرت. القهوات بقى عاملين لي فيها بلطجيه. كان مين فيكم سبب الخناقه؟ يحيى. احنا هنستهبل. خلاص يا عم امين صحتك بقى. معلش هو مش هيعمل كده تاني. ما تعملش كده تاني يا ولد. ايوه كلني كلني يا ادم. واكلك ليه يابا بس؟ ما السفره مليانه ايه. انت ما جيتيش تفطري معانا امبارح ليه؟ انت عارفه يا بنتي حمادي ست كبيره وما ينفعش اسيبها. انا ما صدقت اختها جت فقلت اجي افطر معاكم. تسعوات يا بنت ما بيتكم ورانا بشارعين. ولا انت عايزه عبده جوزك بقى يقول ان احنا ما صدقنا خلصنا منك؟ عبده مالك يا سامي؟ فيك ايه يا حبيبتي؟ مفيش يابا. عبده اتخانق امبارح في ليبيا محبوس من امبارح. ايه محبوس؟ ربع الفرقه اللي قدامك ده يا صبر بتقول لك جوزها اتخانق ومحبوس. هات الشوربه دي يا بط. هو اتخانق ليه؟ هو راح يشتغل ولا راح يتخانق؟ ما اعرفش يابا. انا كل اللي اعرفه ان واحد كلمني امبارح في التليفون وقال لي ان عبده عور واحد وبيحققه معاه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وده وقته يا بنتي. انا مش عارفه يما اعمل ايه. اجيب فلوس الولاده منين؟ طب وعبده مش عامل حسابه ويبعت لك فلوس؟ كان ناوي بس ما بعتش. ما بعتش ليه ان شاء الله؟ ما اعرفش يابا. انا ما اعرفش حاجه. حتى مش عارفه اوصل له ازاي. الزعل وحش على الحوامل. كل مولود بيجي برزقه. معلش يا سامي يا حبيبتي ان شاء الله هتتظبط. بس اهم حاجه دلوقتي نطمن على عبده. ما تقلقيش يا حبيبتي ان شاء الله كل حاجه تتدبر. ان شاء الله هحاول كده اخش لي الجمعيه وان شاء الله هدبر لك مصاريف الولاد. ما تقلقيش يا حبيبتي. جمعيه؟ هتدفع الجمعيه كل شهر منين ان شاء الله؟ يعني احاول اشتغل كده كام فستان زياده وربنا يسهلها. قول بس انت يا رب. لا اله الا الله. كام فستان زياده ازاي؟ إذا كنت أنت مكفية على المكنة ليل ونهار، هتعملي إيه أكتر من أنت بتعمليه؟ دي بنتنا برضه يا أمين ولازم نقف جنبها. الله، وهي مش لها راجل يقف جنبها ويساعدها؟ ولا إحنا مكتوب علينا إن إحنا نجهز ونجوز وهم يجيبوا عيال وفي الآخر يقعوا في قربزنا إحنا برضه؟ خلاص يا عم أمين في إيه بقى؟ واحد الله. لا إله إلا الله يا سيدي، لا إله إلا الله. مش كفاية علينا خالك؟ حاطط إيديه في مية باردة ما يدفعش حتى تمن الربسه اللي بيغسل بيه غياراته. رايح فين؟ خلاص. طب كمل فطارك. خلاص نفسي اتسدت. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما تزعليش يا بنت سامية، انت عارفه مفيش اطيب من ابوكي وعارفه برضه انه بيطلع يطلع يطلع وبعدين ما بعرفش ينزل. قوم اجيبه انا. اوكي يا بنت يلا. استغفر الله العظيم يا رب. يابا كل يا حبيبتي كل. خد يا ادم الطلب ده توصله بسرعه 3 شارع الانوار. ايه 3 شارع الانوار؟ ما تعرفين انا عم عفيف من التوصيله دي ولا لا؟ ده تبع منطقتك يعني انت لازم توصله. ما المصيبه انه تبع منطقتي ونبع مع عفيف. عارفين انا من التوصيله دي احسن مني. احنا في العشر الاواخر الواحد ما بيبقاش عايز يعني يخرج عن شعوره بقى. انت عارف الدنيا زحمه وكده يعني. ما علاقة العشرة الأواخر بالتوصيل يا عم آدم؟ وأنت مال أهلك يا سيرس أنت؟ بقول لك يلا لو ما تظبطتش معايا شايف السيخ ده؟ معلش يا عم عفيفة خلي ده أنا اليومين دول مش عايز أفضل. لا يا ادم أنت حساس قوي وكلك شعور. أنت بتاخد رأي ولا إيه يا عفيفة؟ ما تودي أدي الطلب بدل ما أقطع عنك المرتب. ما تمنع عني المصروف أحسن يا عم مرتضى. آدم معلش وصله عشان خاطري. هوصل الطلب ده عشان خاطرك أنت. الواد ده رخم قوي عفيفي ولا انا بتهيألي؟ ادم دماغه ناشف حبتين بس هو جدع طيب وابن حلال.
شفتش بال ده ما شفتنيش قدكت وما خدتش والخد ما تديش. عاش من شافك يا ادم وحشتني. ما تشوفيش وحش يا اختي. ايه انا ما وحشتكش؟ مش قوي ده كلهم يعني حاجه وعشرين يوم اللي مشفناش بعض فيه. اخصى عليك ده بدل ما تدخل تونسني في وحدتي. تقطيع يا بيت ده انا مربيك من ايام ما كان اسمك لبيبه من ايام ما كنت ساكنه عندنا في الحاره قبل لولوس. خلاص بقى يا ادم ده كان زمان ما تفكرنيش. الله انا دلوقتي لولوس وبعدين انا مخنوقه اليومين دول. امتى الشهر يخلص بقى وارجع اشتغل تاني؟ ما تقلقيش يا اختي كلها يومين والعيد يخش وترجعي تشتغلي تاني. خدي بقى الاكل. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي تسحر معايا. بقول لك ايه؟ اتمسي وقولي يا ميسا رمضان كريم في العيد. ما تفهمنيش غلط ده انا نسحر احنا الثلاثه. ثلاثه؟ اه انا وانت والشيطان. بقول لك ايه يا لولوس؟ ايه؟ هات الطلب ده كده وخش اندهي عشان نمشي. مين ده اللي انده؟ الشيطان.